السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. معكم أخوكم إيهاب صرفندي من قناة إيهاب تي في. اليوم في عنا تحديث جديد لمشغل التطبيقات، وإحنا بنعرف في الوقت الحالي اللي إحنا فيه هذا هو وقت حرج، يعني وقت هذا الآن بلشت تحديثات الهايبر أو أس 2 تنزل بشكل تدريجي، وإنتوا شايفين كل فترة بأجيب أو كل فيديو من فيديو الفيديو بيكون فترة قصيرة بيجي ميزة جديد وبيجي حاجة جديدة. اليوم جبنا الهايبر أو أس 2 لمشغل التطبيقات. الهايبر أو أس 2 لمشغل التطبيقات هو عبارة عن تحديث جديد بميزات جديدة، إعادة ترتيب حاجات معينة بسيطة ولكن بنفس المواصفات السابقة. وأنا قبل هيك عملت تحديث وتحديث، نزلت تحديث وتحديث، تحديثين لمشغل تطبيقات هايبر أو أس 2. كونوا معنا الآن، خليني أتفرج على كل التفاصيل في داخل هذا المشغل. لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب وخلينا نشوف التفاصيل يا غالي. ورجعنا لكم من جديد، صلوا على سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أول حاجة بالنسبة للمشغل، هو مشغل رغم أنه يعني تجريبي، بس أنا اللي ملاحظه أنه هو عبارة عن مشغل زي ما أنت شايف، مشغل سلس سريع. يعني هي كمان التطبيقات المفتوحة في الخلفية، هذه كل شايف كم تطبيق أنا فاتح في الخلفية، كل هذه مفتوحة في الخلفية وبقدر أتحرك بينها، وبقدر مباشر أدخل على التطبيق وأفتحه، أي تطبيق بدك إياه بنقر عليه بيفتح معنا وتمام التمام. في عنا أيضا من ضمن هذه الشغلات، في ناس بيقول لك التمويه هذا في التطبيقات كيف أنت بتعمله؟ موجود هذا التمويه، أنا حكيت عنه قبل هيك أكثر من مرة. هذا التمويه موجود في هواتف شاومي وريدمي وبوكو، تقريبا كلهم زي بعض في هذا المكان. لما تيجي على الإعدادات وتيجي على الشاشة الرئيسية وتنزل تحت على ترتيب العناصر في شاشة التطبيقات الأخيرة بشكل أفقي أو عمودي، في عنا هنا تمويه معاينة التطبيقات، تمويه معاينات التطبيق في شاشة التطبيقات الحديثة. هتلاقي شايف أنا كل اللي معلم عليه باللون الأزرق هذا كله مموه، يعني كل التطبيقات تقريبا أنا عاملها مموهة لما أفتحها في الخلفية. هو بيعطيك المعرض والكاميرا بقولك موصى بهم، وأنت بعد هيك بتنزل وبتعمل تمويه لأي تطبيق، وهذه ميزة ممتازة جدا تختص بها ويختص فيها مشغل شاومي. هذا المشغل اللي موجود معنا، نيجي على الإعدادات، نيجي على التطبيقات، إدارة التطبيقات، ونشوف رقم هذا التحديث. هذا مشغل التطبيقات الجديد 4.39.36.8735، هذا رقم جديد لسه أول مرة نشوفه. ضافوا ميزة جديدة أو حلوا ميزة جديدة. شو الميزة اللي حلوها؟ كان إذا تذكروا تحديث الهايبر أو أس 2 للمشغل، كان لما تفتح درج التطبيقات كنت تلاقي الأسماء مكتوبة هان ما تقدرش إيش تشيلها. صلحوا هذه المشكلة أو شالوا هذه المشكلة أو شالوا هذه الشغلة، الآن بطل عندنا أسماء التطبيقات في الدرج موجود، هذه تم إصلاحها. وإحنا بنعرف لما نيجي نضغط على هنا وعلى التعديل هتلاحظ إنه في عندنا توصيات اليوم هيها موجودة، وفي عندنا كمان غير توصيات اليوم، كان في عندنا كمان ميزة هنا موجودة. طبعا الآن كله تجريبي، وبتلاقي من يعني أحيانا من جهاز لجهاز في ممكن تلاقي ميزة هنا موجودة في ميزة مش موجودة في جهاز آخر. وإحنا بنعرف لما نيجي على ندخل على المزيد، في عندنا سرعة الحركة والسحب، ممكن تستخدم الأب فيندر ومركز الإشعارات، هذه تقريبا كلها زي ما هي، ولكن ضفونا القياسي وإيش والمضغوط المركز. يعني ممكن أعمل التطبيقات بشكل مركز أو بشكل قياسي زي ما انت عايز، وبتعمل هنا تعيين بالنسبة لهذا المشغل. المشغل هذا أنا شايفه سلس، مش يعني مش بطيء، لا سلس وكويس رغم أنه تجريبي. وهذا المشغل أنت كمان لو نزلته على جهازك لازم تنزله بطريقة تكون طريقة صحيحة. الطريقة الصحيحة أنك تعمل نسخة احتياطية للشاشة أو للشاشة الرئيسية أو لسطح المكتب الموجود عندك هذا الشكل، علشان أنت ما تفقدش هذا الشكل. طريقة التثبيت زي كل مرة أنا بحكيها، بتيجي على الإعدادات وتيجي حول الهاتف، تيجي على النسخ الاحتياطي والاستعادة، تيجي على الجهاز المحمول. ملاحظين في تحديث جديد هيوصل وأنا بشرح، هيو في تحديث جديد وصل، تمام. تيجي تحط الرقم السري، بعدين بتيجي تشيل هذا وتشيل هذا، وتيجي على بيانات تطبيق النظام الأخرى، وبتنزل على مشغل التطبيقات وبتعمل نسخة احتياطية. أول شغل بتعمل نسخة احتياطية. بعد ما تعمل نسخة احتياطية بتروح وين؟ بتروح بتدخل بتنزل التحديث، بتروح بتنزل التحديث ليش اللي أنا حطتك إياه صندوق الوصف وفي قناة التليجرام، وبتعمل تثبيت لهذا التحديث. تمام التمام، عجبك التحديث، عجبك ما عجبك، أو يعني مثلا بدك تشيله، تعمل إلغاء تثبيت التحديثات للمشغل
كيف نعمل الغاء تثبيت التحديثات للمشغل؟ تيجي على الاعدادات، تيجي على التطبيقات واداره التطبيقات، وهنا بتبحث عن مشغل التطبيقات، بتعمل الغاء التثبيت عشان تشيل التحديث اللي حطيته. بعدين لما تعمل الغاء التثبيت هتلاقي الشاشه دي اختلفت، بتروح بتعمل استعاده للنسخه الاحتياطيه اللي انت عملتها. هاي النسخه الاحتياطيه الجهاز المحمول الرقم السري، تيجي هنا على الاستعاده وبتعمل استعاده، هي 7 سبتمبر، وهي استعاده للنسخه اللي انا عملت لها نسخه احتياطيه. وهي الساعه هذه بنشيلها، طبعا هذا بس بيختلف، يعني بصير انه الساعه بتلاقيها مش موجوده، هي حاطين الساعه. وبهيك امورك تمام، كل واحد ينزل هذا التحديث ويجربه، مش حابب تنزله برجع لك الامر. لازم انا احكي لك عن كل شغل ان شاء الله بتصلنا جديد في هواتف شاومي وريدمي وبوكو، كل الهواتف ايضا للشركات كمان الثانيه اذا صح لنا. نلتقي في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دعواتكم، سلام.